الأخبار من العراقية الرياضية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أبرز العناوين. اليوم يكون البرنامج قد أكمل 30 سنة وأسبوعا. بعد مسيرة حافلة، الموت يغيب شيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري، ورئيس الوزراء يعزي رحيله. الأوساط الرياضية تعزي وفاة شيخ المعلقين مؤيد البدري بعد صراع مع المرض. في نشرتنا أيضا، المنتخب الأولمبي يهدر فرصة التأهل بخسارته أمام أوزبكستان بركلات الترجيح في بطولة آسيا، وسوكوب يعلن انتهاء عقده. اليوم الكهرباء يواجه أمانة بغداد في ربع نهائي بطولة كأس العراق. أهلا بكم. فوجعت الأوساط الرياضية بوفاة شيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري بعد صراع مع المرض. البدري توفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عاما. أسرة الفقيد صرحت بأن مرض البدري أقعده منذ مدة في الفراش وأصبح غير قادر على الحركة. ويعد البدري رمزا من رموز الوسط الرياضي والإعلامي العراقي. هذا وتتقدم أسرة قناة العراقية الرياضية بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد والوسط الرياضي والإعلامي، مبتهلة إلى الباري عز وجل أن يرحم الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. أعزائي المشاهدين، اليوم يكون البرنامج قد أكمل 30 سنة وأسبوعا واحدا. على غير عادة الثلاثاء ووقتها، تطل علينا اليوم بنعش السنوات الطوال. فكما كنا نرقب وننتظر التاسعة من الثلاثاء، انتظرنا طويلا وامتدت حبال الصبر على عودتك من جديد. إنها الحلقة الأخيرة، رغم أنك أنهيت ذلك منذ وقت طويل. ركبت سفينة الراحلين بعد أن جاءت بك سفينة الأعظمية، المؤيد بدرا للإعلام. هذه المرة صدقت الأنباء، يا ليتها كانت مثل كل مرة تفند خبر الفراق. إلا أنه أجل الله وحكمه، حتى في رحيلك اخترت مكانا بعيدا لئلا تصدمنا وتتطاير قلوبنا. تتلقف النعش فتطوف جنان الأذهان التي ستخلد فيها أبدا. رحلت وما رحلت، إذ تركت إرثا كبيرا وتاريخا ثرا لن يموت. لم لا؟ والأجيال تتعاقب وهي تتمتم بمفردات علقت في خواطر الجميع. لم تكن مجرد حكم أو إداري أو إعلامي، إنما كنت قديسا محصنا بحب الصغار والكبار. لما لم تؤجل الموعد؟ على الأقل تقول ولو كلمة واحدة في كلاسيكو العراق بين قطبي الكرة العراقية الزوراء والقوة الجوية. الحنجرة التي صدحت وهزت أرجاء الملاعب وارتجفت القلوب لحشرجتها توقفت اليوم ليندلع لسان التاريخ ويتحدث ويروي عنك بدلا منك. نسترجع على شريط الحزن محطات كثيرة وصور شتى ظهرت فيها بابتسامتك وبعفويتك المغلفة بعمق تاريخي وسرعة البديهية التي أجبرت الجميع من المدربين واللاعبين أن ينحنوا ليس لمكانتك الإعلامية، إنما لقوة الشخصية وتأثيرها، إذ كنت أبا روحيا لهم. أبو زيدون، توارت ابتسامتك مثلما توارى جسدك بعيدا عنا إلى ديار الغربة، رغم أن النفس لا تدري متى وبأي أرض تموت. عدي حاتم، العراقية الرياضية.
وإساته وتعزيه لوفاة شيخ المعلقين مؤيد البدري الكاظمي، وفي اتصال هاتفي مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وجه بنقل جثمان الفقيد إلى بغداد وإجراء مراسيم تشييع رسمي مهيب يليق باسمه ومكانته وتأريخه الحافل. وعبر رئيس الوزراء في رسالة نقلها إلى ذوي الفقيد عن بالغ الحزن وعميق المواساة برحيل هذه الشخصية الاجتماعية والوطنية والرياضية التي مثلت انموذجا للعطاء والإبداع، لافتا إلى أن الوطن فقد برحيله واحدا من شخصياته القيادية والرياضية والاجتماعية المؤثرة. قدمت شبكة الإعلام العراقية التعزية لأسرة ومحبي شيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري، وجاء في نص التعزية: تتقدم شبكة الإعلام العراقي بأصدق التعازي لأسرة ومحبي شيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري الذي توفي بعيدا عن بلاده عن عمر ناهز 88 عاما. وتستذكر شبكة الإعلام السيرة المهنية الوطنية للراحل الذي لازم صوته الذكريات الرياضية للعراقيين بأسمى صور الفخر والاعتزاز. كما تقدم مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي بالتعزية لرحيل شيخ المعلقين مؤيد البدري. مجلس الأمناء في بيان له قدم العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والوسط الرياضي، مثمنا الروح الوطنية لدى الفقيد الذي كان يمثل رمزا وطنيا قدم الكثير للبلد في المجال الرياضي. من جهته أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن شيخ المعلقين الراحل مؤيد البدري هو شخصية رياضية كبيرة قدمت لبلدها الإبداع والتميز. درجال وفي بيان التعزية أشار إلى أن البدري عشقته جماهير الرياضة في العراق وخارجه. كما تقدم درجال للجماهير الرياضية والشعب العراقي بالتعازي لرحيل هذه القامة الرياضية الخالدة، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله ومحبيه وذويه الصبر والسلوان. قدم اتحاد كرة القدم تعازيه بوفاة شيخ المعلقين معلنا الحداد على روح الراحل لمدة 3 أيام. وذكر الاتحاد في بيان أن الاتحاد العراقي لكرة القدم يتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الوسط الرياضي لوفاة رئيس الاتحاد العراقي الأسبق والقامة الرياضية الشامخة مؤيد البدري الذي يعد رحيله خسارة كبيرة لا تعوض. وبين أن البدري هو معلم الأجيال وصاحب الأفكار الرياضية النيرة في جميع المناصب التي تقلدها رياضيا وإداريا وإعلاميا. تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي قدم تعازيه للأوساط الرياضية والكروية وعموم العراقيين بوفاة الشخصية الرياضية والكروية مؤيد البدري. ووصف حمودي الراحل البدري بالرمز الكروي والإعلامي العراقي والعلامة الأبرز في التعليق الكروي العربي، مشيدا بما قدمه من خدمات كروية وإدارية وإعلامية وأكاديمية للعراق والمشهدين الكرويين العربي والآسيوي، لافتا إلى أن الراحل مارس دور الوالد والمربي والناصح لأجيال كروية عديدة من لاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية. رمز من رموز الكرة وأحد صناع الإنجاز في زمن الإعجاز للكرة العراقية مؤيد البدري الذي رحل عنا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات عن عمر ناهز 88 عاما. حديث الثلاثاء الدافئ والإطلالة التلفزيونية الأقرب إلى قلوب العراقيين، يسدل الستار على حياته ويعلن عن رحيله في إحدى مستشفيات لندن. مؤيد البدري شيخ المعلقين والرئيس الأسبق للاتحاد العراقي لكرة القدم والخبير الكروي الأبرز وأحد أهم الوجوه الرياضية العربية،
يفجع العراقيون صباح اليوم بخبر وفاته. البدر الذي عرفه العراقيون من خلال برنامج الرياضة في أسبوع الذي كان يبث مساء كل ثلاثاء على مدار 30 عام وتعليقه على مباريات كرة القدم غادرنا اليوم عن عمر ناهز 88 عام. مؤيد البدري لم يكن مجرد مقدم برامج أو معلق رياضي بالنسبة للمجتمع العراقي، وإنما لعب دورا في زراعة حب الرياضة في قلوب الأطفال والشباب من خلال تلقائيته وبساطة مفرداته. ورغم أن البدري اعتزل العمل في الإعلام الرياضي منذ أكثر من عقدين، إلا أن مكانه في الإعلام الرياضي العراقي لم يشغله أحد، وبسبب شعبية برنامجه الأسبوعي رسخ في أذهان المشاهدين مقطوعة موسيقى إشبيلية على أنها موسيقى رياضية. البدري إعلامي ورياضي أكاديمي من مواليد بغداد، حاصل على الماجستير في التربية الرياضية من الولايات المتحدة، شغل مناصب عديدة منها أستاذ في جامعة بغداد ومدير عام في وزارة الرياضة والشباب وأمين عام لاتحاد الكرة العراقي من العام 61 وحتى العام 77 من القرن الماضي، ثم رئيس لاتحاد الكرة حتى العام 82 من القرن ذاته، كما شغل مناصب عديدة على المستوى الدولي، حيث كان عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا وعضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وترأس النادي العربي القطري نهاية تسعينيات القرن الماضي حيث كان يقيم في الدوحة. أمجد طليع، العراقية الرياضية. قدم عدد من الرياضيين تعزيهم إلى الوسط الرياضي برحيل شيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري. رحيل الأستاذ الفاضل المربي الكبير الأستاذ أبو زيدون الأستاذ مؤيد البدري، يعني حقيقة هي أمر مؤسف، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر الله. مثل ما تعرف يعني الأستاذ مؤيد البدري الله يرحمه قامة كبيرة من قامات رياضة العراق، أفنى حياته في طريق صحيح، طريق يعني مليان خطى صحيحة، ويمكن كان الصوت الكبير، الصوت الجميل، الصوت الهادئ اللي يعني حقيقة أفرحنا في كثير من المناسبات. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا نعزي أنفسنا كرياضيين ونعزي الشعب العراقي أكمل، باعتبار أنه الراحل هو قام من قامات العراق الشامخة ورمز ونخلة متجذرة في كل أرض العراق من شمالها إلى جنوبها. هذه القامة التي دائما أثرت أنه تركت بصمة في نفوس العراقيين الرياضيين وغير الرياضيين من خلال البرنامج الأسبوع الرياضة في أسبوع في الثمانينات، الرياضي وغير الرياضي كان يتابع. لذلك الرحمة والغفران للمرحومة، أتمنى أن يكون له تشييع حكومي كبير ويليق ويقام له نصب كنصب عمو بابا مؤيد البدري، قامة ونخلة شامخة في أرض العراق. باسمي وباسم إدارة نادامات بغداد نقدم تعازينا للوسط الرياضي لوفاة المغفور له مؤيد البدري، قام من قامات التعليق العراقي. بصراحة أمر مؤسف أن يرحل هذا الشخص عن هذه الحياة، نتمنى له الرحمة. عبر عدد من الرياضيين عن حزنهم الشديد لوفاة شيخ المعلقين مؤيد البدري، وصفين رحيل البدري بالخسارة الكبيرة للرياضة العراقية. رحم الله أستاذنا الكبير الأستاذ مؤيد البدري، وإن شاء الله رب العالمين يكتب له الجنة إن شاء الله، أو يمنح أهل الصبر والسلوان إن شاء الله. خسارتنا كبيرة ولكن هذا قدر الله، وإحنا ناس مؤمنين ونقول الحمد لله والشكر. حقيقة فقدنا قامة مثل ما قلت من قامات الرياضة العراقية اللي وضع الأسس وخلانا نحب الرياضة هو الأستاذ مؤيد البدري. يعني الأستاذ مؤيد البدري مو بس كان معلقة، لا بالعكس كان رئيس الاتحاد، كان أستاذ بحد ذاته جامعة بغداد كلية التربية، يعني ربى أجيال وخلانا نحب الرياضة، خاصة من عندنا ما يتذكر بذاك الجيل الرياضة في الأسبوع. العالم كانت كلها تنتظر أنه يطلع هذا البرنامج، تقعد أمام التلفز والشاهد الرياضة في الأسبوع. حقيقة يعني صدمة، ولكن للعمر أحكام. يعني مؤيد البدري يعني فقد العراق حقيقة. فعل هو علم من أعلام الكرة العراقية وقام من قاماتها،
يعني الله يرحمه ورحمته الواسعة. أنا يعني عندنا ذكريات في برنامج اللي حبينا الرياضة من خلاله اللي هو برنامج الرياضة في أسبوع بصراحة، اللي كان يعني برنامج لا يضاهي برنامج يمكن حتى على صعيد الوطن العربي، كل أنواع الرياضة كان يقدم لنا بها. كنا ننتظر يوم الثلاثاء بصراحة من 9 إلى 10 في سبيل أنه نشاهد هذا البرنامج. ندعو الباري عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا ويلهم محبيه الصبر والسلوان إن شاء الله. طبعا نعزي الوسط الرياضي والشعب العراقي أجمع، لأن حقيقة شخصية كان يعني الكل العراقيين يحبونه كابتن مؤيد البدري، إن شاء الله يتغمد رب العالمين بواسع رحمته. ومثل ما تعرف يعني فقدنا قامة من قامات الإعلام العراقي والرياضة العراقية، وتعرف هاي مسيرة الحياة مثل ما نقول، بالإضافة إلى أنه هو خلص سنوات كثيرة من حياته بالغربة، لكن مثل ما نقول نتمنى أنه يعني من رب العالمين أنه يكون في جنات الخلد إن شاء الله. طبعا خسارة كبيرة للوسط الرياضي العراقي اللي ما ترك هذا الراحل الأستاذ مؤيد البدري أثر كبير في نفوس كل الأبناء المجتمع العراقي، وكان في برنامج الرياضة في أسبوع ضيف خفيف الظل على المجتمع العراقي، وبالتالي زرع البسمة ووضع لمسات أساسية للرياضة العراقية وكرة القدم بالذات. وبالتالي كثير من عشاق كرة القدم كانت اللي مؤيد البدري وتداخلاته يعني إسهامه كبيرة في متابعتهم للرياضة. أنا عزي أنفسنا نحن كرياضيين ونعزي الوسط الرياضي وعائلة المرحوم الأستاذ مؤيد البدري، نسأل الله عز وجل أن يتغمد برحمته الواسعة إن شاء الله. عزي نفسي أولاً وعزي الوسط الرياضي العراقي بوفاة الكابتن مؤيد البدري، وهو علم من أعلام الرياضة العراقية وهو رمز من رموز الرياضة العراقية. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن فجعت الأوساط الرياضية بوفاة شيخ المعلقين مؤيد البدري، طالب عدد من الرياضيين بنقل جثمان الراحل إلى بغداد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الخبر صدمنا وصدم الجماهير العراقية والعراق أجمع، وإحنا كرياضيين يعني تأثرنا بهذا الخبر المؤلم، لأن مؤيد البدري أحد قامات العراق ومعلقين العراقيين المعروفين. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأرجو من الله أن يغفر له ويعطيه فسيح جناته في يعني، ونعزي الرياضي يعني الشعب العراقي لهذا المصاب الجلل. عملكم وعمل كل عراقي وعمل هذا الأستاذ النجم اللامع العلم الشريف مطور الكرة العراقية معلق الكرة العراقية الجميل المحبوب مؤيد البدري، أريد من الله يغفر ذنبه ويتوب عليه ويدخله فسيح جناته ويهون عليه عذاب القبر ويهون عليه نزوله إلى قبره ويهون عليه وقوفه بين يدي رب العالمين بحق محمد وآل محمد وبحق كل العراقيين. صاحب فضل على كل العراقيين، كل الأسماء اللامعة إلا بصوت مؤيد البدري، مع اعتزازي واحترامي بكل المعلقين. فهذا أطلب من معالي الوزير الشريف النظيف النزيه عدنان درجال، معالي وزير الشباب والرياضة، أن يجيب لنا جنازة الكابتن مؤيد البدري حتى نشيحها بالتشيع يليق بالعراق ويليق بما قدمه مؤيد البدري للعراق ويليق بكل الرياضيين العراقيين ويليق بمعالي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال. الحمد لله والشكر الرحمة والغفران للكابتن الأستاذ مؤيد البدري اللي كان هو روعة الشاشة العراقية في زمنه. في ذلك الوقت كان يوم الثلاثاء يعني يوم عند العراقيين يعني يوم مميز ينتظرون الأستاذ والكابتن مؤيد البدري شو وقت يظهر يعني، فكانت يعني المعلومة الرياضية والكلام الرياضي والناطق باسم الرياضة بصراحة الأستاذ مؤيد البدري إنسان نطير الرحمة والغفران والصبر والسلوان لذويه. يعني عزيز انفسنا اليوم هذا الرجل اللي عاشرته انا بكل البطولات، اول بطوله عاشرته 76 بكاس الخليجي اللي صارت بقطر الرابعه، وبكاس العالم وبكاس العالم العسكري وملعب الشعب. استاذ مؤيد البدري كان ايقونه المعلقين، وهو معلق بس هو ذكي، هو حكم، هو لاعب، هو عضو اتحاد، هو يعني مؤيد البدري كل شيء كان وكل شيء يتدخل، كان مؤيد البدري تدخله ايجابي وليس سلبي. كان مؤيد البدري يعني رجل الف رحمه على روحه ابو زيدون، بس احنا من خلال العراقيين نطلق حمله
او هاشتاج لنقل جثمانه من امريكا للعراق ودفنه ويا قبر عمو بابا ونسوي له مرسوم مثل ما عزف الجمهور العمو بابا هم ينعزف له سلام الجمهور لان مؤيد البدري يستاهل. مؤيد البدري كان يطلع من 9 للـ10 نسميها الرياضه باسبوع يوم سبعه يوم يوم على مود بابا على مؤيد البدري. مشاهدينا الكرام وللحديث عن هذا الرحيل وهذه الخسارة لعالم الرياضة العراقية ينضم معنا الصحفي الرياضي الدكتور عدنان لفتة. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا وعظم الله لك الأجر. عظم الله لك الأجور وعظم الله العراقيين هذا العزاء وحقيقة مواساة يا تكسي لرمز عراقي كبير هو لا نقول فقط معلقا او اعلاميا او رياضيا او اداريا او اكاديميا ورمز عراقي من الرموز يعني التي يمكن نضعها في المرتبه الاولى. لدينا مجموعه من احنا قبل فتره قريبه فقدنا مظفر النواب بعالم الشعر. مظفر النواب يعد واحد من اساطير الشعر العراقي طبعا. نحن في الرياضه نعتبر مؤيد البدري واحد من هذه الاساطير وهو ليس للرياضه بل لكل العراق. أحسنتم دكتور عدنان. خسارة شخصية بحجم وتأريخ شيخ المعلقين مؤيد البدري، ماذا تمثل هذه الخسارة بالنسبة للرياضة العراقية؟ أكيد ظلمة كبيرة بحق الرياضة العراقية أن تفقد كبيرة، أن تفقد واحد رموزها الإدارية الإعلامية الرياضية الكبيرة تحفظت على كل الرياضيين على كل الألعاب الرياضية تاريخ حافل بالإنجازات بالعمل الرياضي. هو بدأ منذ ستينيات القرن الماضي يعمل في الوسط الرياضي وكان حافلا بالعطاء ناشطا مثابرا واحد من الذين أسسوا لرياضة عراقية حقيقية أوصل الرياضة العراقية إلى أفضل القارات ليس في آسيا فقط بل فقط حتى في الاتحاد الدولي. كان لديه الموقع، كان لديه الريادة، كان لديه الكاريزما، شخصية نفخر بها جميعا. أنا أعتقد هو أسس الرياضة الكثير وأسس الثقافة الرياضية وقدم لنا نموذجا حقيقيا للتعاطي والتعامل مع الرياضة كفن ومجال إبداعي في كل أطوار الحياة. طيب دكتور عدنان لو تحدثنا عن الشخصية الإدارية للراحل والذي تسلم العديد من المناصب الإدارية في الرياضة العراقية في ذلك الوقت، فكيف أثرت هذه الشخصية على مسيرة الرياضيين العراقيين في ذلك الوقت وما هي أبرز المواقف معهم؟ أكيد الراحل مؤيد البدري كان تسلم رئاسة اتحاد كرة القدم، أمين عام اتحاد كرة القدم، عضوية الاتحاد الآسيوي، كان ناشطا في هذا المجال انا اعتقد، عمل ايضا في اللجنه الاولمبيه. اغلب المناصب التي تقلدها كان فاعلا في ابراز صوت العراق، شخص يعني رفع اسم العراق كثيرا، كان مخلصا، كان وفيا للعراق، كان يدافع عن العراق بحراره. انا اعتقد يعني كل المجالات العراقيه التي ابدع فيها في الاتحادات الدوليه كان لمؤيد البدري البصمه الكبيره فيها. نحن فقدناه ليس لأنه عمل طوال هذه الفترة وأثراها، لا، خسرناه لأننا كنا نتمنى أن يعني يستظل هذا الجيل الخبراء والإداريين يتعلمون من بعد تقاعده. كنا نتمنى أن يمدنا بهذه الخبرة يؤسس لهذه الشباب ولهذه الطاقات كي يستفيدوا وينهلوا من عطائه ومن علمه ومن معرفته الواسعة. الصحفي الرياضي الدكتور عدنان لفتة شكرا جزيلا لهذا الانضمام. تغمد الله الراحل مؤيد البدري بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. نكمل معكم مشاهدينا الكرام قراءة نشرة الأخبار، إذ أهدر المنتخب الأولمبي فرصة بلوغ نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما بعد خسارته أمام أوزبكستان بركلات الترجيح ب3 ركلات مقابل 2 في ملعب باختكور بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما،
افتتح وقع رمضان التسجيل لأولمبينا من ركلة جزاء ليدرك جاسور ليدينوف التعديل لأوزبكستان، وأضاف أهل الدار الهدف الثاني الذي جاء بطريقة عكسية عبر المدافع العراقي حسين عمار، فيما اقتنص عمار غالب هدف التعديل الثاني لأسود الرافدين ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المنتخب الأوزبكي. إلى ذلك، أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي ميروسلاف سوكوب انتهاء عقده مع المنتخب الأولمبي، وقال سوكوب في المؤتمر أن الأجواء التي أحاطت بالمواجهة خرجت عن إطار كرة القدم بسبب أحداث شغب الجمهور وجعلت من الضغوطات تتضاعف على اللاعبين، وأشار إلى أن ما حدث في المباراة من قبل الجمهور غير معقول، خصوصا بعد أن تم رمينا بالحجارة وقنان الماء، ومن تواجد في الملعب ومن شاهد المباراة توضحت له صورة الفوضى التي عانينا منها، مبينا أن هذه المباراة هي الأخيرة التي يقود فيها المنتخب الأولمبي بعد انتهاء عقده. يعقد اليوم المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اجتماعا مهما عبر تقنية الاتصال المرئي، سيناقش فيه جاهزية واستعدادات البصرة لاستضافة خليج 25 في ضوء الزيارات التي قامت بها اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي. وكانت لجنة خاصة من اتحاد كأس الخليج قد قامت الشهر الماضي بزيارة تفقدية إلى محافظة البصرة وملعب الميناء للاطلاع على جاهزيتها في استضافة الحدث الخليجي الأبرز. أكد النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة علي جبار أن دوري المحترفين سينطلق منتصف أيلول المقبل، مقدما امتنانه لتعاون الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي من بطولة الكأس. حددت لجنة المسابقات على أن يكون دوري نصف النهائي للأربع أندية المتأهلة يكون بطريقة الذهاب والإياب. هذا الموضوع راح يعني يطيل من عمر المسابقة، ونحن على باب أن نذهب إلى في الموسم القادم إلى مسابقة دور المحترفين، وبالتالي ارتاع الاتحاد أن يكون دور نصف النهائي للأربعة أندية بطريقة خروج المغلوب. اجتمعنا اليوم مع الأندية، شاكر الأندية، شاكر تعاونها الحقيقة، يعني كان نفسه طيب، كان يعني ماكو أي 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 أمر آخر، يعني ما عرضوا الفكرة اللي تواجدت عند الاتحاد واللي طرحها المتحدث، وبالتالي أنا شفت الأخوان الأعزاء ممثلي الأندية الصدر رحب وافقوا على الأمور وحددوا أنه يكون دور نصف النهائي بطريقة خروج المغلوب. راح ينطلق دور المحترفين في منتصف أيلول في هذا العام. من جهتها، أبدت الأندية المشاركة بدور ربع النهائي لبطولة الكأس موافقتها على مقترحات الاتحاد حول دور نصف النهائي للبطولة. كنا رايدين نذهب وياه، بس تدري تفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. الاتحاد أخبرنا أنه البطولة تأخرت، وتعرف الوضع الجو جدا متعب، فيعني الاتحاد طلب من الأندية أن تتعاون. تدري هي مصلحة عامة قبل أن تكون خاصة، فذهبت الأندية بصراحة بالإجماع أنه تكون مباراة واحدة بأرض محايدة، يعني في حال تأهل نادي أمات بغداد على حساب نادي الكهرباء، مباراتنا تكون من الفائز من مصاف الجنوب وزاخو تكون أما بالبصرة أو بالنجف. ماكو فرق بصراحة بين النجف والبصرة، احنا اللي نتمناه بصراحة أنه المباراة تكون عادلة. كان اجتماع اليوم الفرق الثمانية اللي صاعدة في بطولة الكأس حول آلية، لأنه كان أول مرة الآلية بعد ما ينتهي هذا الدور نصف النهائي يكون ذهاب وياب. الآن ارتأى الاتحاد تكون مباراة واحدة، فالمباراة الواحدة تدري حلا للإشكال، يعني أكثر من خمس أندية اقترحت يكون المباراة الفاصلة تكون ملعب محايد، ويعني تدري أنا ما أروح مثلا أنطي، لأن أنا جمهور تدري جمهوري يعني كبير جدا، يعني أهم راح يخسر إذا يعني إذا مثلا إذا فزنا على القوة الجوية، راح نكون مباراتنا القادمة اللي يفوز من الكرخ وأربيل، يعني إذا قرعة راح يصير صعبة، يعني أنا أروح لأربيل الجماهير مالتي شلون راح يجون، وتدري هاي بطولة، بطولة بحد ذاتها، ويعني قلت لك صار القرار بأنه يكون ملعب محايد أما بالمدينة الرياضية أو بالنجف. يستعد فريق أمانة بغداد لمواجهة الكهرباء اليوم بملعب التاجي في منافسة دور الربع النهائي لبطولة كأس العراق.
قد تكون مباراة ربع نهائي الكأس هي المخرج الوحيد لأمانة بغداد من الضغوط المتراكمة عليهم مؤخرا في الدوري، حيث سيذهب لمواجهة الكهرباء الذي يقدم مستويات جيدة في مبارياته الأخيرة. طبعا أكيد مباراة باشر يعني مباراة مهمة، فريق الكهرباء الفريق المحترم، بس احنا الحمد لله والشكر يعني ان شاء الله احنا الفريق يعني بالفترة الأخيرة يعني الأيام القليلة اللي مضت يعني تغير حاله ان شاء الله، خاصة يعني بعد اكو تطمينات من قبل رئيس النادي يعني عن انه الوضع المادي راح يتحسن. اكيد يعني تدري انه الوضع المادي كان له مردود سلبي من بداية الدوري لحد الآن، بس ان شاء الله تنحل الأمور وان شاء الله الفريق يمشي بالاتجاه الصحيح ان شاء الله. فريق الأمانة الذي يعاني هذا الموسم من مشاكل إدارية بعدم دفع المستحقات للاعبين والكادر التدريبي، مما أثر على مستوى الفريق في المباريات وهبوطه إلى المراكز الأخيرة لجدول الترتيب، لا سيما وإن خبر إقالة مدربه عصام حمد قد يكون سلاحا ذو حدين، إما أن يؤثر سلبا على أداء الفريق أو يكون دافعا معنويا لهم لتقديم الأفضل. تعرف ان مراكز دائما بالمراكز المقدمه العام احنا مركز سادس، وحسن المركز تقريبا المركز 16 او 17 يعني ما يليق بينا كلاعبين وككادر تدريب وكاداره، وان شاء الله عندنا باكر بطوله الكاس نهائي. تعرف انت بطوله الكاس اللي يفوز يصعد الدور الاربعه، احنا يعني عازمين على هاي المباراه كادر تدريبي كابتن وسام يعني قال لاعبين لعبوا هاي المباراه لكم وهاي نهائي لكم، وتعرف انت كل لاعب يطمح يصعد نهائي بطوله الكاس وان شاء الله نحقق 3 نقاط ما تقبل القسمة على 2. مباراتنا ويا الكهرباء فريق جيد، نتائجه جيده بالفتره الاخيره. ننسى المباراه الاخيره اللي خضناها بسلبياتها بايجابياتها، نفكر بمباراه بكره وان شاء الله عازمين على 3 نقاط. التاهل الى نصف نهائي الكاس هو الأمل الذي يعيش عليه فريق أمانة بغداد بعد انتهاء موسمه دون شيء إيجابي يذكر، لذا سيبذل الفريق كل ما في وسعه لكي لا يخرج من هذا الموسم خالي الوفاض. أحمد الهارف، العراقية الرياضية، بغداد. هذا وتحدث المدرب المساعد لفريق أمانة بغداد خلدون إبراهيم حول استقالة عصام حمد من تدريب الفريق. يعني هو الكابتن الله يوفقه ان شاء الله، يعني هو اسم غني عن التعريف. اعتقد المشاكل الماديه اللي سبب اللي يعني اللي صارت تدني مستوى الفريق، هو يعني الرجال انسحب من الوضع. الكادر التدريبي الحالي راح يبقى نهايه الموسم ان شاء الله. في الطرف الاخر، اكمل فريق الكهرباء تدريباته استعدادا للقاء أمانة بغداد بالمباراه التي ستقام في ملعب التاجي ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطوله كأس العراق. يطمح فريق الكهرباء لتجاوز عقبة أمانة بغداد والتأهل لنصف نهائي البطولة، وكان فريق الكهرباء قد بلغ هذا الدور بعد عبور فريق الدجيل في الدور 32 وفريق نوروز في دور 16. طالبت إدارة القوة الجوية من خلال مدير الفريق أحمد خضير لجنة المسابقات بالتعامل مع الفريق بمرونة وتأجيل مباراتهم أمام الزوراء بسبب الغيابات المؤثرة في الفريق، الأمر الذي قد يؤدي لعدم المشاركة بالمباراة. في الوضع الراهن بالعراق كل شيء يجب أن يسير بمرونة وليس تعنت. اليوم التعنت يجب أن تعطي لكل ذي حق حقه وتأذي تعطي مبدأ العدالة للطرفين. موضوع مباراتنا أمام الزوراء طبعا احنا استعدادات مستعدين له، لكن يجب أن تكون هناك عدالة بين الطرفين. أنت مو أنا مطي لاعبيني المنتخب أولمبي وعندي محترفين في الفيفا دي، وأنت تجي تلعبني مباراة وهاي مباراة واحدة لا تقبل القسمة على 2 والتعويض ما موجود بها، مباراة واحدة ليس ذهاب وإياب. فلذلك مبدأ العدالة أن تعطيني تاريخ أن يكون كل لاعبين متواجدين فيه، لا أن نتحدد يوم وهو أنا مطيك إلك الاتحاد. اليوم من يصرف على اللاعبين كعقود؟ لا، الفريق اللي يصرف، الفريق مو المنتخبات. احنا اللي قاعد نطي العقود واحنا قاعد نطي. فلذلك دائما نآثر على نفسنا ونرسل لاعبين خدمة للمنتخبات الوطنية، لكن بالمقابل ما قاعد نلقى التعاون بالمقابل من لجنة المسابقات ويانا دائما. لذلك ثارت عندنا الثيرة الشك والريبة، اختيار دائما اوقات يكون لاعبين بها نقص ونلعب بالمباريات.
ليش هذا التوقيت؟ انت اليوم اعطيني مبدا العداله بيني وبين الفريق المنافس ان يكون كل لاعبين موجودين. هو مو قانون، حتى القانون بيمرونه ولا الدستور، الدستور ايضا بيمرونه في التفسير. لذلك لجنه المسابقات رساله اخواننا واصدقائنا، اليوم الانديه هي من تنجح المسابقات. لذلك اتمنى تجينا المباراه يومين، يومين لحين عوده لاعبينا الاولمبي المحترف، غير هذا ما اعتقد راح يكون لنا مشاركه، لان احنا نريد النجاح ولكن قاعد نشوف عدم التعاون من جانبكم. اختتمت بطولة شهداء الزعفرانية الثامنة المقامة في ملعب الزعفرانية بمشاركة 24 فريقا من جميع أنحاء العاصمة، والتي شهدت نجاحا واسعا من حيث التنظيم والإقبال. نسميها مسابقة، فالبطولة للشهداء وحدهم، نحن من خسر وهم من ربح. اختتمت بطولة شهداء الزعفرانية الثامنة والمقامة على ملعب الزعفرانية بمشاركة 24 فريقا من جميع أنحاء العاصمة، التي شهدت نجاحا واسعا من حيث التنظيم والإقبال. هذه بطولة الشهداء بالزعفرانية معروفة على مستوى بلد لنا كخاصة، من حيث التنظيم، من حيث الفرق اللي شارك بها. وشوف يمكن كل أبناء الزعفرانية، يعني الجمهور دليل صورة حقيقية لمعنى التنظيم الحقيقي بهذه البطولة. كل الشكر والتقدير للقائمين على البطولة، من منظمين، من الأخوة العاملين اللي قاموا بكل هذه الجهود الجبارة حقيقة وجهود ذاتية. تفتخر الزعفرانية تقيم هيك بطولة. عندنا مجموعة من الرياضيين أمثال منتظر وحسين ومجموعة معاهم استطاعوا أن يقوموا بهذه البطولة وهذه النسخة الثامنة طبعا. حضور مميز كان لنجوم الكرة من لاعبين سابقين ومسؤولين ورجال دولة من جميع أنحاء العاصمة، مؤكدين أن استذكار الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم واجب عليهم لما قدموه هؤلاء الأبطال الذين رسموا لوحات من الإبداع في حب هذا الوطن. بطولة النسخة الثامنة، بطولة شهداء لها قيمتها بالزعفرانية وكل مدن بغداد، ويمكن أكثر من منطقة بغداد ممكن يسوون هكذا بطولات، لكن هذه البطولة لها ميزتها. شوفون تواجد الجماهير الكبير، شوفون دقة التنظيم، شوفون جودة التنظيم، شوفون كل سنة احنا نضيف شيء. منظمين البطولة الإخوان مشكورين، يعني دائما ما يكونون مصرين على ابتكار إبداعات جديدة، مصرين على أن يكونوا بالمرتبة الأولى من حيث يعني تنظيم البطولات. قبل انطلاق المباراة الملعب انترس جمهور، فنقول الحمد لله والشكر قدرنا نقدم جزء بسيط للشهداء، حيينا رياضة كرة القدم بالزعفرانية. يعني خلال هاي السنة الحمد لله البطولة تجمع بها مختلف مناطق بغداد، جنب المحمودية. اليوم مثل ما شفت الفريق اللي توج من البطولة من خارج الزعفرانية منطقة المحمودية، مبروك لهم، نقولوا هارديك الفريق المنطقة اتحاد قدم، والحمد لله والشكر على كل حال. حضورا يوميا كان متواصل في هذه البطولة التي لها متابعيها في مدينة الزعفرانية، ولما تحمله هذه البطولة من شعبية كبيرة لدى الجماهير، فكان الانتصار لأبناء المحمودية والفوز بهذا الدرع الجميل على حساب ممثل الزعفرانية اتحاد قدو بهدف نظيف. العراقية الرياضية انمار عبد العزيز، بغداد. يعمل اتحاد السباحة على توسيع الاهتمام بالفئات العمرية الخاصة بهذه الرياضة من خلال التركيز على منتخب البراعم باعتباره القاعدة الأساسية في تطوير هذه اللعبة. منذ الصغر المدربون وضعوهم بأحواض السباحة ليبدأوا معهم أولويات هذه اللعبة التي أتقنوها بعد سنين، ليتصلب عودهم يوما بعد آخر ويدخلوا بالمنهاج التدريبي المخصص لمنتخب البراعم بإشراف مباشر من اتحاد السباحة، الذي فتح أبواب الاهتمام من أجل تقوية هذه الشريحة المهمة. اللاعب اللي يجينا نسجله يدخل دورة تعليمية بالبداية، نشوف اللي نصف الموهبة مالته، انه بي يعني نقول احنا هذا عنده لازمة مال سباح يصير. نستقطب احنا كاتحاد العراقي المتمثل بالاستاذ خالد قبيان والاستاذ هاشم، نستقطب هذا الاتحاد راح يصير عنده بعدين دخوليه مجانيه فقط من بدايه التعليم الدوره، يدخل يعني اشراك، من بعدها راح يصير ضمن منهاج الاتحاد العراقي للسباحه. ندخله دوره مكثفه، مباراه تعليميه مكثفه نطوره،
نطوره لان حتى يصير لاعب منتخب، يصير لاعب نادي. وبهذا الموضوع انه اللاعب بهيج عمر، عمر 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، وانا ادعو الاهالي والناس الكل انه يجينا بهذا العمر افضل، 6 سنوات 7 سنوات هذا ينصقل ويصير موهبه، يصير لاعب نادي، يصير لاعب منتخب. وصول هؤلاء السباحين الى المراحل الجيده لم ياتي من فراغ، بل بمساعده الملاكات التدريبيه التي اتصفت بعمق خبراتها المتراكمه وحرصها العالي بتطبيق جميع حيثيات اللعبة، والتي مكنتهم من التقدم بهذه الفئة كثيرا وبطموحاتها المستقبلية. احنا نشتغل وياهم فطالب الزين الموهوب ونحوله الى الاندية، الاندية تعرف شلون تشتغل وياه، سوي سباح او لاعب منتخب او لاعب نادي. انا اتعلم سباحة ان شاء الله اصير سباح بالمنتخب. ان شاء الله انا اصير سباح واحصل اجازات بالمنتخب. انا طموحي اصير لاعب منتخب حتى اصير بطل. انا اذا اصير سباح واصير بطل واحقق انجازاتي. العمل الاحترافي في بناء قاعدة رصينة لهذه الشريحة لابد ان يكون مزروعا منذ الاساس للوصول الى النجاح وتحقيق الانجازات بهؤلاء السباحين. استراتيجية عالية انطلق بها مدربو السباحة من أجل الأخذ بيد هؤلاء السباحين نحو الهدف المرسوم لهم، وهو وضعهم بسلم المجد لتكون إنجازاتهم فعالة. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. ختاما تابعتم معنا اليوم. يكون البرنامج قد أكمل 30 سنة وأسبوعاً. بعد مسيرة حافلة، الموت يغيب شيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري ورئيس الوزراء يعزي رحيله. الأوساط الرياضية تعزي وفاة شيخ المعلقين مؤيد البدري بعد صراع مع المرض. تابعتم أيضا المنتخب الأولمبي يهدر فرصة التأهل بخسارته أمام أوزبكستان بركلات الترجيح في بطولة آسيا، وسوكوب يعلن انتهاء عقده. اليوم الكهرباء يواجه أمانة بغداد في ربع نهائي بطولة كأس العراق. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام. طاب نهاركم، إلى اللقاء.